أسعد الله أوقاتكم. السلام عليكم. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة إن شاء الله. واليوم غادي نشارك معكم إن شاء الله فطاير معجنات تركية اللي هما لذات وكيجو كي القطن مقطنين من الداخل وكيجو خفاف. وغادي نشارك معكم واحد فلان ديال جوج نكائح، واحد بالفاني وواحد بالكريم كراميل. نتمنى ان شاء الله تشاهدوا معايا الفيديو حتى الاخر، وشاركوا معايا وديروا لي ابوني وديروا لي لايك. الله يجازيكم بخير. عاد كي بديت وبغيتكم توصلوني ان شاء الله للدعم. بارك الله فيكم والهلا يخطيكم عليا وشاركوني. دابا اليوم غادي نبدا معكم بواحد الفلون ان شاء الله، بديتو الصباح مني نط. والفلون كاع الناس كيعرفوا يديروه، هذا فلون فاني بديت به من السيترون، درت به هذا معلب موجود فيه كل شيء، كتخلطيه مع نصر الحليب وكنديروه على البوطا يسخن حتى كيغلى. كنبقاو نحركو جيدا، هايكون حركو حتى كنشوفو غلا صافي. كنطفيو العافيه ان شاء الله وكنخويوه في علبات سمحوا لي بزليفات. غادي يخرج لي نص سيترو، يخرج لي 4 زليفات. انا غادي ندير نص، غادي ندير يطرو الحليب وغادي نقسمه على جوج، ندير نص سيترو بالفاني ونص سيترو بالكراميل كما كتشوفوا، وندير 4 اخرين كراميل. وها الفلون وجد عندي. عندي صوص شوكولا وصوص كراميل، هادو بغيت نخلطهم قبل ما نديرهم يبردو. خويت عليهم هكايا شويه، زوقت بهم وصافي باش نعطيهم. كيجي زوين، كيجي ما بيهش. الكراميل الوليدات كيبغيو شويه نبدلو لهم على اللي كيشوفوا ديما، وحاجه اللي هي للدار كتكون صحيه وكتعرفي شنو فيها. صافي ملي نسالو كنديرهم في الثلاجه يبردو. دابا غادي نشارك معكم العجينه الفطائر ان شاء الله. عندي جوج كيسان ديال الحليب كبار دافيين، وكندير لهم جوج معالق ديال الخميره الفوريه ومعلقه السكر سنيده ونص كاس الزيت. كنحركوا هادشي جيدا وتنخليوه شويه يرتاح حتى كتطلع شويه هاد الخليط هذا يطلع شويه كيخمى شويه. صافي كنديروه شويه على جنب نغطيوه. ها هو يا وجد لينا صافي، ها هو طلع هانتوما. وكنشدو الفرينه وكنخويو عليه، هو الخليط اللي كنخويو عفوا فوق الفرينه. صافي كنديرو كلشي كيتخلط ان شاء الله، كتولي عجينه رائعه. كنغسلو هذاك، كنزيد واحد نص كاس ديال الماء هكاك باش كنغسلو به هذيك الجبانيه. صافي ها هي العجينه ديالنا وجدات. ها هي كنعمروها يدينا بالزيت وكنجمعو بها هذيك الجنيبات ونخليوها ترتاح حتى هي كترتاح حتى كتطلع الفوق. دابا غادي نوجدو لاصوص للحشوه اللي غادي تكون في الوسط. عندي معدنوس جوج معالق، عندي فلفله ثلاثه ديال اللوينات، عندي خيزو محكوك، عندي معلقه ديال مطيشه كونسونطري، وعندي جوج بصلات، نص كيلو ديال الكفته والملح والبزار. هذا عندي خليط اخر اللي غادي ندير حشوه اخرى بصدر ديال الدجاج، الفرماج مفروم، هذاك الفرماج فينزيرب، ومثلثات الفرماج،
وهذا البصله محمره كنشريها انايا جاهزه صافي. وغادي نبداو ان شاء الله نديرو البصله والكفته اللحم مفروم، شويه ديال زيت العود، الفلفل الاحمر، الفلفل الاسود، وشويه ديال الجنجبيل، ثوما انا عندي غبره، كلشي منو هادشي معلقه معلقه. كنزيدو المعدنوس، المعدنوس حسن من القزبر، كنديرو المعدنوس فقط. هنا كنزيدو الخضره ديالنا، خيزو محكوك، الجزر محكوك، والفلفل الاحمر والاخضر والاصفر، معلقه ديال الطوماطيش. صافي كنحركو هادشي جيدا حتى يطيب مزيان يتشحر. هنايا عندي واحد جوج معالق ديال الفطر المعلب، جوج معالق كنشدهم انايا مكنطحنهمش لحقاش الا طحنتيهم كيطلقوا الماء وكيولوا ما باينش مزيان. كنشدهم انا كندير لهم بحال هكايا، كنفرمهم مزيان، وعاد كنكمل على الخليط اللي عندي فوق العافيه. صافي كنديو نجيب هادشي كنشحرو وكنطفي البوطه. دابا غادي ندير خليط الاخر، غادي ندير هنا غير الدجاج بوحدو مع التوابل، زعتر وشويه ديال قولي معلقه ديال البزار ومعلقه ديال الملحه، معلقه ديال الثومه غبره. كنديو نجيبو هادشي مزيان حتى كيطيب مزيان تشحر، كنرميو عليه هذيك البصله ما يحتاجش نطيبوها، المهم غير خصها باش تخلط مع الخليط كامل تنرميوها معاه. ودابا غادي ندير 6 ديال المثلثات ديال الفرماج، وكندير معاه انا هذاك الفرماج اللي فيه كيقولوا له اي فين زيرب، كيكون متبل بالثومه والبصل، الورق البصل ولا ورق الثوم، قال ورق الثوم سيبوليت. صافي كندخل هادشي مزيان غير شويه، ماشي حيت كلشي طايب. صافي ودابا كناخذ العجين، ها هو تنفخ مزيان، جا غزال رائع. كندقازيوه كنحيدو منو الغاز باش نقدروا نخدمو به، نديرو زويته في يدينا باش نخدمو مزيان. صافي كنزيد نكملو عاوتاني، مازال معكوه شويه باش نديرو ليه باش نقطعوه. هنا عندي خليط الحشوي بجوج، الحشوات بجوج. صافي هنايا غادي نبدا نقطع قطائع صغار. هاد العجينه هادي كلها خرجت ليا قولي شي 25 قطعة، 25 معجنة. يكونوا مساويين، يكونوا بحال في التقطيعة. تقدروا تصغروا نتوما الى حيت كيزيدوا يكبروا. هنا هذه ديال الدار، ولا كانوا بغيتوا ديروهم صغيورين على هذا الحجم تقدروا، الا درتهم صغيورين راه غادي يجيبوا لكم الخير والبركه. غادي نقول غادي تدوبلو داك 24 غادي تجيب لكم قول ديك 50 هكاك، الا كانوا الحفلات ولا كنتو باغيين ديروهم لشي نهار لشي حد باغي يجي عندكم، ولا كنتو باغيين تمشيو لعند شي حد، حتى هما زوينين كيجيو غزالين كيجيو رائعين. غنشد العجينه ديالي كنبسطها نضربها ب
الغولو كنشدو كنقطع هذوك التريفات باش كتجيني هذوك الشريطات. نعاود معكم وحده اخرى بغيتو تدوروها بغيتو تخليوها طويله. انا شديت درتها بحال شغل كرواسون كنبسطوها نضربوها بالغولو هنا نقطعوها ما نقطعوش حتى الاخر هاي كنديروها الوسط باش ما تقطعش لينا العجين. ندير شويه الفرماج وكنبداو نلوي وكنلوي وكنلوي وكنجمعوا في الجنيبات كنلوي ونجمعوا الجنيبات باش الحشوه ما تخرجش لينا بالجنيبات صافي وكنلويو بحال شغل كرواسون وكنستمروا حتى كنعمروا الطاوه ديالنا اللي غتمشي في الفرن. ودابا غادي ندير معكم الفطر الاخر معجنة اللي كيكونوا رائعين البنات صدقوني كيجوا فنين رطبين وهشاش ومقطنين في الداخل دابا نتوما تشوف كديروا لها بحال هكا ها كديروا الحشو هكا في الوسط كيجي بحال الشغل البيتزا وما هو ماشي بيتزا هو بحال اللي فوكاز بحال البيتزا بحال ما بين الفوكاز وبين البيتزا. ندير معكم واحده اخرى عاود كتشدو في الجنيبات كتبقاو بحال كتنيو بحال كتطويو طوي بجنيب طوي 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 وكتدفعي بصبيع وكتجبدي الاخر بحال كتجمعو عجين صافي كتعمر الحشوه ديالك تعطيها بحال شكل بتي باتو. كديروا عليها الفرماج من الفوق فرماج مفروم هنا صافي كتحطيها فوق الطاوه ديالك وكتديري هذا الشيء كامل. ها هما كل شيء عندي موجود. غادي نشد تشدي بيضه طربيها بواحد الزليفه تزيدي عليها شويه ديال الحليب كما كتشوفوا معايا كتخلطيها مزيان الحليب شويه ماشي بزاف تخلطيها 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 صافي وكدهني بها الفطائر ديالك. هما راه غاديين وكيتنفخو شتي عبيد ما صوبت الاخر هما كيتنفخو هاك صدقوني عرفتي والله الا العظيم هما الدراري راهم قبيله وما كتسنى عليا ماما بغينا ناكلوها بغينا عرفتي راه ما بقاش صافي كتستمروا حتى كتكملوا كل شيء بالدهن. بغيتي ديري فوق منها جرجان بغيتي ديري فوق منها سانوج فوق منها فورماج غابي كتعطيها واحد الشكل زوين. هذه تي كديري لها غير شويه بالجنيبات ديالها هذه ما كديري ما تحتاج ديري غير شويه ديال البيض هكا الجنب وصافي هي راه مزوقه من راسها اي باش كتجي محمره و وعطيها واحد اللمعات صافي. ها هما يا جاو خرجناهم من الفرن كيجيو ما نقولش لكم البنات شي حاجه اللي هي رائعه واللي هي هش منها ما كاينش كتجي فنه فنه. وها الفلان ديالي اللي زوقته كل واحد وكيفاش يبغي يزوق. تنشكركم البنات على المشاهده وتنقول لكم شكرا الف شكر جزيلا وما تنساوش ديروا لي ابوني وديروا لي لايك ودعموني يا اخوتي. كنشكركم من قلب الخالص على المتابعه ديالكم والمشاهده ديالكم شكرا اختي وكنتمنىكم تجربوهم صدقوني راه كيجيو مغزاين. مع السلامه الى الفيديو القابل ان شاء الله.